في الفيديو اللي فات اتفقنا مع بعض احنا هنتكلم المره دي عن حاجه اسمها الاتشار او الهيومن ريسورسز، ودي تعتبر بالعربي كلمه الموارد البشريه، وبرضه مختلفه جدا عن التنميه البشريه. بكل بساطه الاتشار هي الحاجه اللي بيتم من خلالها عمليه اداره الموارد البشريه الموجوده في اي حاجه حوالينا، سواء كانت شركه، مصنع، منظمه، او حتى لو كان فريق تطوعي. البيج بوس بتاعهم حاجه اسمها الاتشار مانجر، ده نعتبره كاس السيد بتاع الشركه، حد مالي مركزه جدا، وغالبا برضه بيكون نفس الراجل الرخم اللي بنقابله في اي انترفيو بنعمله. هو المسؤول يقول لك مبروك انت اشتغلت معانا، او ممكن برضه يقول لك للاسف مكانك مش معانا هنا. والعمليه دي نقدر نسميها عمليه البلاننج اند ستافينج، يعني هيخطط وهيوظف. نرجع بقى للنقطه اللي فاتت، لو قال لك مبروك انت معانا هتيجي نقطه مهمه جدا، وهي انه هيودي الموظف الجديد في افضل مكان مناسب ليه، مكان من خلاله يقدر ينتج ويتميز عشان يقدر يستغل امكانياته صح فينتج ويحسن مسار الشركه. ودي ممكن نلخصها في كلمتين، جوب سبيسيفيكيشن وجوب ديسكريبشن، يعني بيحدد كل حاجه خاصه باللي انت هتعمله في شغلك الجديد كموظف في الشركه. وعشان طبعا عارفين ومتاكدين ان احنا بنتعلمه في المدرسه او في الكليه غير اللي بنشتغل بيه خالص، فهتيجي مرحله من اهم الحاجات اللي بيعملها الاتش ار، وهي التريننج والديفلوبمنت، يعني بياخد الاتش ار الموظف الجديد ويدربه اكتر ويعلمه ازاي يشتغل ويعرفه المطلوب منه عشان يعلي كفاءته، وبعد كده يقدر يدي للشركه وينتج ويكون شخص مميز وليه تاثير حلو. كده الاتش ار هو اللي اختارك وهو اللي علمك وهو برده اللي رفع خبرتك. تيجي بقى نقطه مهمه جدا، وانه هيعملك تقييم على شغلك وادائك جوه الشركه اللي هي performance appraisal. دي بقى انا عن نفسي متاكد ان هيجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما شخلع او الكلكع، ودي معناها يا سيدي انه هيشوف لو انت تمام فهيظبطك في مكافاه حلوه والدنيا تبقى فل الفل. دي طبعا هي مرحله الشخلع. لو بقى الاكل مقصر ومش بتعمل اللي عليك، هيعمل حاجه من اتنين، يا اما هيديك انذار عشان تركز ويحاول انه يساعدك تحسن زي من نفسك ويعرفك ان اللي حصل ده ما يتكررش، او هيديك على دماغك وممكن يجازيك فيها، ودي طبعا مرحله الكلكعة. فعشان كل اللي فات ده الاتش ار هو السبب الرئيسي في ان الشركه تنتج وتتطور وتنمو ويكون فيها موظفين بكفاءه عاليه وقادرين ان هم يبنوا مكانهم صح، وده طبعا هو سر النجاح في اي مؤسسه خاصه، عشان عندهم حاجه اسمها الوحش الاتش ار اللي بيحافظ وبيطور، على عكس طبعا المصالح الحكوميه اللي ما فيهاش اتش ار، دي طبعا مليانه كلها مدام انشراح بتاعت الدور الثاني ومس ميرفا بتاعت الانجليش. امتى بقى انا عن نفسي اقول فل انا عايز اشتغل اتش ار؟ لو لقيت نفسي مش بتحب الكمبيوتر مثلا، مالكش في البرمجه، يعني لو الفيديو اللي فات ما جابش معاك في اي حاجه، شخص اجتماعي جدا، بتعرف تتكلم كويس، صريح، حكيم برضه في تصرفاتك، مش بتحب التصميم بالكمبيوتر ولا بتحب تعمل حاجه ثانيه من نفس النوع، ازاي بقى اتعلم اتش ار؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنجيب حاجه كذا حاجه زي كورسيرا، يوديمي، وهحط برضو لينكات لكذا موقع من خلالهم ممكن ناخد كورسات اونلاين في الديسكريبشن تحت. هنجيب ونفتح الكورس بتاع الاتش ار، نتعلم اساسيات واحده واحده ونتعب عشان ناخد الشهاده، علشان الاتش ار شغله حلو جدا ومستقبله عظيم في اي مكان، وهو برضو السبب الرئيسي في نجاح اي حاجه. في الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نكون ديزاينر وايه الاساسيات بتاعه الديزايننج والبرامج اللي هنشتغل عليها.